أساسا هناك حقوق ما بين الزوجين، حقوق مشتركة، وأول الحقوق المشتركة ما بين الزوجين الاستمتاع، كل طرف يستمتع بالطرف الآخر، معروف الاستمتاع الجماع. ودائما المرأة في حال الحيض عندها اضطرابات نفسية، وأيضا الرجل، الرجل لما يظل فترة وما يعاشر أهله تشوفه نفسيته تعبانة شوي، فيميل إذا طلقها في طهر لم يجامع فيه فيجلس يا ربي عاد في شوق له، في شوق للمرأة، قل ما سويت أنا تو، فيضطر إلى مراجعتها مرة أخرى. هذا كله لماذا؟ للحفاظ على تلك الأسرة عن الشتات والطلاق، حتى تحافظ الإسلام، حتى يحافظ على هذه الأسرة من الضياع والشتات، يطلق في طهر لم يجامع فيه مع